نسمع نسمع. بيت التأخير في الرحلات وسوء التسيير ونقص الخدمات الأرضية والجوية والعطب التقني المتكرر سمات مميزة للناقلة الوطنية تونيسير، سواء منها المنطلقة من تونس أو من المطارات الأجنبية. وأصبح التأخير بالساعات بمثابة الخبر شبه اليومي اللي تتنقله مواقع التواصل الاجتماعي والأعلام. مشاكل قديمة ومتجدة تسبت في فقدان الشركة لثقة جزء من حرفائها، وخلفت في كل مرة حالة من التذمر والاستنكار من قبل الحرفاء وصلت حد المظاهرات، إذ تسبب أول أمس تأخير بسبع ساعات لطائرة تونيسير في مطار القاهرة الدولي في احتجاج 140 راكب استدعى تدخل شرطة السياحة خمس مرات لتهدئتهم. اللي غطور ديما على تونيسير وديما رتاج، ديما رتاج، نجي من اسطنبول ديما ساعة رتاج، ساعات يتسلفوا من أتاتورك طيارة تبدأ خردة معناها وباش نروحوا. خدمات متاع تونيسير راهي أقل من المتوسط، ما أنا أسفر نجم تقول. في المقابل أصدرت الخطوط التونسية بلاغ بينت فيه أنه الاضطراب الحاصل في برمجة الرحلات في الفترة الأخيرة يعود إلى الحركية اللي تشهدها المطارات التونسية بسبب عودة التونسيين المقيمين بالخارج، فيما أعلنت النقابة الأساسية للخطوط التونسية تضمنها الكامل مع أعوان وإطارات الشركة نتيجة ما وصفوه بتكرر الاعتداءات اليومية واللامسؤولة من طرف المسافرين. ومن جانبه أقر مؤخراً وزير النقل أنيس غديرة بالصعوبات اللي تمر بها الشركة وبين أنه وضعية تونيسير أصبحت اليوم صعبة جداً نتيجة نقص حركة الطيران بعد الثورة والخيارات الاجتماعية اللي جعلت وضعية المؤسسة أصعب. وأمام تفاقم الإشكاليات المتعلقة بالشركة بين غديرة أن الوزارة أعدت برنامج لإعادة هيكلة الخطوط التونسية باش يتم عرضه قريباً على مجلس الوزراء. فهل تنجح الإجراءات الوزارية المرتقبة في إخراج الناقلة الوطنية التونسية من عنق الزجاجة؟ اذا مرحبا بكم مجددا في نسس مضيفنا من توا حتى 7:30 سيليس المنكبي الرئيس المدير العام للخطوط الجويه التونسيه. مرحبا بك سيليس. بارك الله فيكم. شكرا على قبولك الدعوه. نجوم بشرط شفنا في تقريب بعض يعني مشاكل خاصه ما صار في ايام العيد نرجع له بالتفاصيل، لما خلينا نبدا لكم بالصوره هذه. كان تسمحوا ناخذوا صوره، هذه صوره ماخوذه من موقع الديوان المطري للمطارات. هذه التابلو نتاع الطيارات اليوم سيليس. حتى الطياره ما خرجت في الوقت. ها التابلو كان نعطيك بالتفصيل، هناك دي روتار اليوم وعمليه تاخير تجاوز مثل طياره دو جول على باريس، يعني 7 من الصباح اخر وقت 4 من العشاء ما زالت ما خرجتش الطياره. هذا تابلو تاع اليوم حتى الطائره هاو قاعدين نشوفوا للاسف ما نشوفوا الديتاي، ما تنجموا تدخلوا على موقع لوسيا.نت.ان وتلقاو التابلو هذايا. حتى الطياره ما خرجت في الوقت، وكانها اصبحت العاده. التاخير يوجد في مختلف الناقلات الجويه العالميه وهو الاستثناء. اليوم نلقاو العاده في الخطوط التونسيه. واحد يتفجعك يمشي المطار يلقى طيارته في الوقت. شو صار؟ ان شاء الله لاباس، ان شاء الله المانع خير. شو تعليقك على هذه الصوره سيليس نتاع اليوم؟ والله اليوم في بالي فما الطياره اللي معناتها كانت مستاجره من اللي كانت تنقل في الحجيج الاتروسون كانوت، وقع لها عطب في باريس في شارل دو غول. معناتها مش حتى طياراتنا احنا اللي هي تونسير، هذه الطياره الاتروسون كانوت اللي هي مكريه وقع لها عطب في شارل دو غول وبدلنا لها العجله. سو كيفي راك توقع طياره يقع فيها تاخير توتنشن مربوطه ببعضها، معناتها اي سوفي باش لو بريمي فول معناتها يقع فيه تاخير وبكلها تبع. هذا الاشكال نتاع التاخير. نحب نحكي لكم، نحب نصارح انا الشعب التونسي بصراحه، معناتها مانيش مش نخبي عليكم شو اللي ثم. الخطوط التونسيه تمر معناتها بيريود صعيبه برشا. التأخير فيه ثلاثة عناصر. العنصر الأولاني هو لو ماتيريال نتاعنا، لافلوت. لافلوت اللي عندنا تويكا عمرها معناتها عندنا طيارات عمرها 27 سنة، عندنا طيارات عمرها 15 سنة. سو كيفي احنا باش نعملوا باش نحافظوا على سلامة المسافر افيك اون فلوت ان بيو معناتها فيايوت يلزمنا نعملوا دوبل وتريبل تشيك حفاظا على سلامة المسافرين. أو مونك دو مويان نورمالمون رانا خذينا معناتها طيارات جديدة باش نواكبوا. كان شفتوش انتوما السنة عندنا 25% لأول مرة منذ يمكن 10 سنوات يقع ارتفاع في
22.7% بالضبط. عندنا 24% شيفر دافير اللي طلعوا، عندنا 14% معناتها النمبر تريز امبورتون في عدد المسافرين. عندنا كي تطلع مرات ب 2 و3% نبداو فرحانين. وقعدت 14 قداش زعما نسبة اللي ندموا منهم على استعمالهم خطوط؟ ما هو هذا سيليس يعني كي تقول لي المشكلة، أنت جيت باش تحل مشكلة للخطوط التونسية، أنت رجل سامحني يعني ما في الأساس عسكري، وتم الاستنجاد بك حتى الكاتب العام اليوم تاع تونيسير وهو من 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 المؤسسة العسكرية على أساس لفرض الانضباط، مشاكل الناس كل تعرف لفرض الانضباط باش ترجع ما لو كونستا نعرفوه الناس الكل. شنو عملت من وقت هذين؟ نعطيك هاون كملك بالروتار هذين من موقع اير هيلب من 14 جويلية 14 اوت 1140 فول على 1140 فول الخطوط التونسية تعمل 1135 روتار، خمسة طيارات برك خرجوا في الوقت مع معدل ساعة و 38 دقيقة المعدل متاع التأخير. طيارة هومبورغ في العيد 27 ساعة. مش 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 أمورها سيئة تونسير؟ نحسوا لا معناها كيفاش عملنا، شنو اللي خلانا انه تونيسير اللي كانت اون فيترين اكزاكتومون ولات اليوم اخيب من محطه باب عليو؟ فهمنا معناها كيفاش هذا معناتها شنو الكونستانت واقع. احنا ما نجوش نهربوا منه، ما نجوش نقولوا معناتها كذا. الخطوط التونسيه قبل الثوره كانت معناتها شركه، وبعد الثوره ولات شركه اخرى. قبل الثورة كانت شركة معناتها تقوم بواجبها على أحسن وجه، بدأت ثم دي روتار مي سي با كوم سا معناتها عمرها ما وصلت للدرجة هذه. وصلت تونيسير معناتها أعطت للحكومة 600 مليار معناتها زي. اليوم تونيسير مسيرة في 600 مليار في سبع سنين هذوما. اي 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 اما راهو اما راهي ماهيش مشكلة في روتارك هاو. لا واش نعطيكم عليه في روتار؟ مشكلة في بيلوت وواحد يتضربوا بالخنيفري في الوقت. هذوما الكل تراكمات. هذوما سي سفيان راهو كي باش نرجعوا انا الإدارة العامة الجديدة هذه اللي احنا خذينا في جام في المهام نتاعها، مش حاب نقول لكم معناتها نلقاو ورثة صعيبة برشا. سي با فاسيل دو جيري تونيسير توا باللي مويان موجودين فيها. نجم نقول لك مش انجيرابل ماشي تري ديفيسيل دو لا جيري، صعيب برشا. كيما قلت لكم فلوت كبيره في العمر معناتها تستوجب باش ناخذوا حذر كبير باش نقوموا بال معناتها ساعات الطيران اللي نعملوا فيها. بين عمليه والاثناء عندنا لا ميم فلوت، مي عندنا 25% زيادة في النمبر، ما زدناش طيارات، كرينا ستة طيارات أخرين، وقع معناتها زيادة في النمبر دو باساجي، فما معناتها فما مؤشرات إيجابية، موسم سياحي تعادى خارق العادة، فما تحركنا شوية. وقت بعد الثورة فما بيريود اللي تونيسير خسرت على الاقل 50% من الليفول نتاعها بسبب كما تعرفوا الامور الامنيه اللي كانت في تونيسير. سو كيفيل احنا ما كنا مركزين ياسر على توسكي معناتها كل توريزم كل هذا يسوفي باش توقع معناتها اشكال امني كل شيء يتيح في الماء. هذا كل اش خلينا ما بدلناش الاسطول نتاعنا، الفلوت نتاعنا قعدت هي بيد هذيك. على مثال اليوم يعني الوضع، هناك حديث عن وجود عدة طائرات تاعين تونسير في الكراج مكسرين، يعني هل هناك عجز عن إصلاح هذه الطائرات؟ لا، ثم عجز مالي هذا ما نجموش ننكروه. اش معناتها عجز مالي؟ عجز مالي هذه تونسير قاعدة تمر بأزمة مالية. كان جات تونسير معناتها تو عندها لي مويان بوتيتر، كانت قبل تونسير قبل الثورة كانت عندها ان ستوك كبير تاع بيس دو روشونج اللي اتو مومون ما نوقفوش شامبان. تو الطيارات تلمو ما عادش عندنا حتى كريديبيليتي معناتها مع لي فورنيسور نتاعنا البرا، ما عادش نجمو نشريو معناتها القطاع نتاعنا في الوقت. تو مثلا يعطيك الصحه، قبل كي تجي باش تاخذ انت القطعه نتاعك تاخذها اربع خمس شهور قبل تاخذها بسوم. تو اوناوجي تاخذ القطعه تاخذها 5 فوا 6 فوا لو بري، خاطر ما عادش ثم ثقه بين الفورنيسور وبين تونيسير. معناتها هذه تراكمات نتاع سنين قاعدين تو بشويه سنة الحمد لله يا ربي بدات برشا حاجه تتغير، بداوا لي فورنيسور ياخذوا فينا ثقه. خلصي يا باكو لي بروبليم تكنيك سامحني، معناها ما فماش حكايه انه الطيارات قدم. لا مش هذا المركز، مشكلة سيولة ثلاثة عناصر عندنا احنا تو، ثلاثة عناصر في حكاية التأخير هذا. العنصر الأولاني قلت لكم الفلوت نتاعنا قديمة،
ما نجمش اون با لي مويان باش ان شاء الله نطوروها. اما عندنا استراتيجية جديدة نحكي لكم عليها من بعد باش نطوروها. عندنا معناتها سبل جديدة باش نطوروا الفلوت نتاعنا بقدرة ربي باش نخرجوا من الأزمة هذه. عملنا كل بلان دو ريدريسمون تعمل تونسير في السنوات هذه الأخيرة يوقع تغييره فيو تدخل عدة عناصر كما قلنا احنا أمور أمنية تطيح لك معناتها تعمل أنت بلان دو ريدريسمون تصير لك مشكلة تطيح كل شيء في الماء نعاود بلان دو ريدريسمون آخر. أنا جيت دخلت التونسير نلقى فما كات بلان دو ريدريسمون اللي حتى واحد ما طبقوه وقعدنا نعملوا في معناتها في مشروع اخر جديد اللي هوني تونترين تو دو لابليكي. هذا قلنا المشكله نتاع الماتيريال. الماتيريال نتاعنا كيما العبد الكي يكبر في العمر معناتها طياره اتو مومون تنجم مش كيما جديده عمرها عام ولا عامين كيما عمرها 18 سنه. سبحان الله الصباح تجي تخدمها تلقاها ما تخدمش كيما الراجل يكبر. تقول الطيارة طيارة اي سي 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 يعني من الحاجات ربما اللي منعت يونيسير الى حد الان هي سمعتها في وهذا السينما. هو كي تحكي هكا انا تخوفني ما تخوفوكش. انا عايش نقول لهم انا مسافرين نقول لهم احنا رانا سامحونا معناتها كان نهزوكم اون روتار مي راهي لا سيكوريتي دي فول في تونيسير راهو خط احمر رانا احنا قولوا انا مرات نمشي معناتها تاخير بثلاث سوايع واربع سوايع المسافر قولوا سبني وسب لي والدي وسب لي سحب اما راني انا جو اشور نهزك ونجيبك لاباس. لو ديجا مرض راهو من المستنيا هو عنده الحق. اما شو نتهزوا لاباس لو ديجا مرض راهو سي تاجوا. انا راني توا كان تعرفوا قداش نعملوا في فول في النهار نعملوا في 150 فول في النهار الور كو ما نجموش نعملوا اكثر من 50 فول تونسير. ثم امور اجتماعيه ثم امور سياسيه ثم معناتها حوايج اللي احنا ملزومين ثم خطوط نخدموا فيهم راهو بالخساره. تونسير قاعده تخدم في خطوط بالخساره. علاش؟ كيما لي كومباني ناسيونال الكل. لا سيدي كنت تسمع سوفيان هنا هذا باش نرجعوا له مباشره. علاش تونسير تقبل تخدم خط بالخساره؟ جاونا مباشره بعد دقائق بعد الاخبار. مرحبا بكم، رجعنا لكم في نسمة ضيفنا اليوم رئيس المدير العام للخطوط الجوية التونسية سيلياس المنكبي. مرحبا بك يا سيلياس مجددا. نتحدث عن أزمة الخطوط التونسية، الناس كل معترفة بهذا. سفيان بن حميدة مازال معنا. إذا نحكي قبيلة على خسارة في تونس، أنت قلت اليوم مضطرين نعملوا ديليني بالخسارة. من الخسارة ماجيش هذاك، فما دوسيات فاسات، فما ملفات مثل ملف ما يسمى باللاباف تونيسير، وهو يعني فما مرشيه تعطات بالمليارات اللي ما وصلتش كي نو برون با بو، يعني ما تمشيش ما تكملش. هذوما دراسات ومع ما يعني شنو هي حقيقه الفساد اللي يدور في تونيسير في التكنيك في الملفات؟ شو لقيت سلياس في تونيسير؟ والله تنهيدا تنجم تكون جاوبتني. لا فساد معناتها نجمو ناقل. شكرا سفيان، عندك سؤال اخر؟ لا كي تسمع دوسي فساد معناتها سي تنجم تقول فما موفيز جيستيون. فما مثلا تجي تعطي الشركه باش تعمل لك ايتيود كيما هذه ايتيود باش تعملها اللي هي ماهيش اديكوات لتونس. تجي مثلا شركه المانيه راحت تعمل لك معناتها دراسه ب 10 مليارات وقت اللي كي تجي تطبق على تونس ما تمشيش. داير حتى الابليكاسيون نتاعها عمرها ما معناتها ما تسميش فساد. هذا فساد سي ترودي، مي نجم نقول لك ممكن قله موفيش وا كاركتيريزي بوتيتر كاركتيريزي. هذاك علاش احنا تو ملي شدينا هذه الخطوط التونسيه في جانفي ليزيتود كلنا عملوا فيها بولادنا بولاد الشركه. داير الاستراتيجيه الجديده اللي عملناها بولادنا ولاد الخطوط التونسيه ما مشيناش لحتى معناتها الشركه البرانيه كلها دي كاباسيتي كبار ياسر في تونس. عندنا مخاخ تبارك الله عليهم ولاد والناس يحبوا الشركه نتاعهم وقاعدين معناتها يتعاملوا فيها معامله ايجابيه. عملنا ايتيود اللي معناتها ما تكلفت لنا حتى شيء، تكلفت شويه وقت، عطينا برشا وقت. وعندنا اون ايكيب اللي عملت لنا اون نوفيل استراتيجي باش قدمناها للمجلس الاداره نتاعنا وان شاء الله باش نقدموها رئاسه الحكومه نظره جديده للتونيسير جديده. خاطر احنا توا نجي نشوفوا التونيسير قبل شنو المشكله؟ المشكله تشتري طيارات ومعناتها عندها تحط برشا فلوس. احنا توا اون با لي مويان. انا جيت نشوف نلقى الخطوط القطرية وخطوط الإماراتية عمرها ما شريت طيارة. عملنا ايتيود نلقاو اللي كي تجي تكري طيارة على 10 سنين تربح 30% من السوق نتاعها.
باش نرزني انا كخطوط تونسيه اللي انا عندي اموري ماهيش بالكدا في فلوس باش نمشي نجري نكري كما الشركات الكبار. معناتها قاعدين توا تبعنا استراتيجيه جديده وان شاء الله مش نطبقوها خاطر احنا كي تحركت شويه الامور نتاعنا وسنا شفنا مؤشرات ايجابيه. احنا سنا 50% راهو من لي دوموند نتاع جماعه التوريست رانا واخذينهمش خاطر اون افي با لي مويان بالرغم من اللي كرينا 6 طيارات. ما عندناش جاب ربي ما خذيناهمش ما عادش يرجعوا للبلاد جمله عشان ما نعرف قدره. والله بالحق خاطر احنا ورغم اللي كنا سوبريسيون من عند وزاره السياحه معناتها السياحه ماذا بها تجيب معناتها دي توريست ودي فولتشر ديال كل مي اون افي با لو مويان ما نجمناش فهمت علاش. انا السؤال نتاعي بسيط جدا تو تحكي على امكانيات وكذا هي ما قداش تتكلف الضحكه بتاع استيوار ولا بتاع اوتيس دولار قداش تتكلف انه ما يصيرش عارك بالبنيه قدام العباد قداش تتكلف انه بيلوت يجي في وقته يهز طيارته ويخرجها في الوقت براتيكمون ما تكلف حتى شيء مالاش ليا المشكل. اسمع كي نقول لك انا راهو ما يلزمش ننكروا اللي ثم تراكمات حتى السيرفيس نتاعنا تاع تونسير انا كي تجي تملوب كل نلقاه في المستوى نتاعو مش الكل عيطنا للبيرسونيل الكل اثرناهم حطينا لهم معناتها حابين نحكي لهم على الوضع اللي هو معناتها بدا يكون مزري ولينا حتى نشاركوا ونحطوا حتى دي باساجي اللي يجيو بعد يعطيونا دي كونتروندو معناتها باش نعرفوا شكون اللي قاعد يعمل في حوايج مش باهيه فهمتني. برشا حاجات اون انفلتري دي جون حاسين باش وهذه الانفلتراسيون زاد نجم نقول لك حتى في كان عندكم فكره في حكايه السرقه نتاع دي باجاج. باش نرجعوا على النقطه هذه. باهي هذيك نحكيوها ما نحكيوها. خليها. مي لو سيرفيس احنا اول حاجه بديناها في تونسير متخذين الفونكسيون هذه اللي كما قلت سي سفيان كلامك صحيح الضحكه ما تكلف حتى شيء. الاشكال شنو هو؟ اما انت في بيروك والله هنا نتقاطع معك سفيان ما انت في بيروك والوتيس دو ليغ على الاقل والبيرسونيل نافيغون ما يسمى اون كونتاكت عبد تخليه 10 سوايع فما ديزاغريسيون احنا من نشرت انا على الفيسبوك قلت جاتني برشا عباد قالوا لي راهو قاعدين اوني اغريسي خاطر فما دي روتار خاطر هما مضطرين يتحملوا تبعات. اليوم كي تطلع انت في طياره وتلقى الفور مكسر ودي غوبا فخوا على دي فول نتاع 3 سوايع بعد المواطن اللي هو مخلص نورمالمون في سوم التذكره نتاعو روبا هذاك باش يمشي يتعارك مع لوتيس باش يمشي يتعارك مع ستيوار. يعني كل اربع كعبات اللي في الواجهه انتم في بيرواتكم سي الياس لا انا انتم هذا كله أنا, انا في بيرواتنا سي حسين اما احنا رانا الليل ما نرقدوش. انا العيد هذايا معناتها الناس عيدت في ديارهم الخطوط التونسيه كلها باطاراتها بكلها راهو سيرتيران في المطار. ما ثماش في قاعده في بيرو احنا نصوم دي زوم دو تيران نهبطوا نعملوا في ديزانسبكسيون اتو مومون هما ساعتين تعليل ما ثلاثه تعليل. بون تقول لي سي سفيان فو كومونيكي انا نهار من نهارات جيت معناتها نحطوا نحكي معناتها باغ اكزومبل حكيت اون دي بروبليم البروبليم الكبير مثلا نتاع نتاع لي باجاجيست سرقه لا نحكيك على لي باجاجيست تو فما الشركه هذه نتاع تي هاش نتاعنا اللي هي تونيزيان اند لينك اللي هي كانت الشركه هذه كانت تدخل في 15 20 مليار في العام اللي هي كانت معناتها من احسن شركات على مول كان تعرفوا انتم تونيسير هي مجموعه شركات فيها دي فيليال كاترينغ والهندليك اللي هي توي كانت تكنيك تونيسير تكنيك هذه اللي هي كانت معناتها مورد كبير ياسر لتونيسير كانت تعاون فيها برشا كان دخل فيها 20 30 مليار في العام تو بعد الثوره هذه الماسه اللي ريال نتاعها 130% من المداخيل نتاعها هذه معناتها وضع صغير. علاش؟ على خاطر الباجاجيست اللي كانوا قبل يخدموا في المناوله وقت اللي صارت الثوره وقع اندماجهم في الشركه نتاعنا اللي كان ياخذ 350 دينار يخدم 7-8 سوايع في النهار. احنا ماذا بينا اللي الامور الاجتماعيه تاع الناس الكل تتحسن والناس الكل معناتها به الا انه ترسموا في تونيسير اللي هذا ولات عنده شهاده جاب شهاده معناتها علميه 4 سنين وخمس سنين قال لك انا يا خويا توا ما عادش نجم ما عادش نكون باجاجيست انا يلزمني نقعد في بيرو
مارغري اللي مشى خذاه معناتها حتى بريجيديس دو كارير وخذا تعويض نتاع السنين اللي عداهم كباجاجيست. هي ولادي احنا قلنا لهم راهو الامور هذه تو الشركه حاجتها بينا معناتها داكورد انت توك قاعد في بيرو تاخذ توك ياخذ زملائين ولا امور معناتها متيسره. اما انت دخلت كباجاجيست يلزم او موا تو في الظروف هذه خاطر ما نجمش نعوضك انا فما 900 خدام 900 باجاجيست. وقع نهار تحسيسي هزينا جيت انا عيطت للديريكتور سونترو معنا الديريكتور ومشيت انا مشيت هزيتو الباجاج قلت لهم راو 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 حب الانتماء للشركه هذه راو معناتها انا خارج من مؤسسه عسكريه تحبوا تكرهوا انا نهار السبت من جندي للجنرال ينظف الجزر نتاعو ما نحشموش من الحوايج هذه. حبيت ندخل لهم انا الحب الانتماء هذا للشركه هذه وحيرنا شويه المشاعر نتاع العباد الكل تجاوبوا معنا شويه الا انه قداش باش نقعد قولي سي سفيان يلزم الفو كومينيكي ماذا بينا احنا كومينيك مي تولي معناتها تولي امور اخرى به هذا هذوما تويك تصور انت هذه التونيزير هاندينغ اللي هي كانت من احسن شركات تو 130% في نفس الاطار مع شركه كاترينغ شو عملتوا فيها؟ اللي استرجعت نورمالمون تونيسير يعني كانت تمتلك 45 وفما 6% من الاسهم المصادره علاش وين مشاوك 6% هذوك؟ ساعة قبل كل شيء بخير فما هنا حتى دوسي فساد على مستوى شركة الكاترينغ هناك من يقول انه زاد شركة وانت كنت وعدت حتى الموظفين نتاعها انه باش اعادة ادماجهم يعني واحنا على وعدنا احنا الكاترينغ كان نرجع شوية للتاريخ نلقاو الكاترينغ قبل ما نجينا فما كانت واقفة كان ما ثماش كانت الكاترينغ رجعوها معناتها بظروف خاصة وبالمناسبة حب نشكر أنا العمال نتاع الكاترينغ اللي هما عطاو مثل كبير ياسر في الانضباط. تصوروا أنتم كان سمعتوا بالحريقة اللي صارت لنا دينيرمون نتاع الجماعتين وخدموا عند أكثر شهر انطلاق الحج عند انطلاق الحج 11000 سي سوفير 11000 روبا حاضر محطوط في الفريقوات يوقع معناتها تلافها هذه حاجة نتاع ربي معناتها ما نجموش نحكوا فيها الا انه ما قصروش في ظرف ثلاثة ايام الموظفين هذوما والعمال نتاع الكاترينغ حضروا 11000 يزوروا ريكوبيري وتبارك الله توكا يخدموا انا با معناتها بلايص نتاع مخزن لانه نخدموا اجور لجور ونخدموا اون دو ستاف والكاترينغ نجم نقول لك مفخره توا اللي بور لي فول اللي قاعدين سيرتو لي لون كوري نتاع كندا من احسن السيرفيس الموجودين حتى لوسكو كومبار مع اير فرانس ولا هذا مش حاجه خارقه العاده. انا قلت لهم ماذا بينا كان لي فول كل نتاع تولي على منوال نتاع معناتها اللي يقول لون كوري لوبن سكاي الوزاره قالت انه من مارس باش تبدا ويبدو انه انتم في تونيسير انتم اللي مبلوكين العمليه. والله سي سفيان تو حكيت لو بن سكاي راه موضوع كبير ياسر. وستان فو بروبليم بالنسبه تو الناس الكل تقول لك هذا مش حلنا السياحه. نحب نحكيو بصراحه السياحه تنجم تسال معناتها فما لي فولشارتير اللي قاعدين اللي معناتها بكميه كبيره بعدد كبير ياسر قاعدين نعملوا دي فولشارتير. الاوبن سكاي هذا كان مش يمس تونسير. علاش يمس تونسير؟ مش يمسها في المسافرين نتاعها اللي قاعدين يجيو معناتها ولادنا احنا العمال بالخارج اللي يروحوا من سيف لسيف اللي المسافرين نتاعنا نتاع كل يوم هذا اللي مش يمسنا فيه. وقت اللي لوبن سكاي ما تعطينيش انا فرصه كتونسير باش نعمل ميزا نيفو نتاعي باش نولي انا نجم ننافس شركات اجنبيه بالتعريف نتاعهم هما ما نجمش ندخل معاهم اون كومبيتيسيون. هل انه لانه ما اعطاكش الفرصه انك تاهل نفسك هل هذا يدخل ضمن اطار خطه بعيده المدى ربما لخوصصه تونسير؟ شفنا الرساله الاخيره نتاع الفيمي هي تونسير محطوط على راس هذه المؤسسات التي قد تتم بيعها. اللي ناكده لك انا اللي ما فماش حتى فكره نتاع بيع ولا خصوصه تونسير هذه حتى جزء منها على خاطر انا حضرت في مجلس النواب بعض الشركات تونسير راهو علم تونس. تونسير راهي موجوده في كل بلاد من بلدان تشوف الغزاله موجوده في
بارتو في الاوروب في الافريق في كل معناتها باتريمون نتاع تونس معناتها ما نتصورش كان هي ما سويسرا تخليت على النقله نتاعها وما ضيعتش احنا العالم. احنا الغزاله نتاعنا بقدره ربي ما سلموش فيها حتى حد رغم اللي اني اقول لكم انا اني حضرت انا في مجلس النواب وكنت فرحان ياسر اللي معناتها النواب نتاع الشعب هما اللي ضد الخوصه معناتها سي تريز امبورطون سيليس لو كونستا باهي يعطيك الصحه وفاهم وكل شيء اما نحس كانه فما اللي سير لي حلو نحس انه الميليتير اللي جابوه باش يشد تونيسير خذا برشا وقت باش يجسد وضعها لانه اليوم ما نعرفش انه ليس منك رئيس مدير عام قادر انه يعاقب بيلوت يبعث سيرتيفيكا في ايام العيد هل انه قادر انه يعاقب بيلوت يتعارك مع موظف اخر هل انه قادر انه يوقف نقابيين عن تحدي وقت اللي تصير تجاوزات هذايا وشفنا انواع المشاكل شفنا شو صار في مارس العركه نتاع اللبسه وهذا جاي بلبسه هذايا وشفنا خلينا نقولوا انه من المشاكل اللي صارت انه فما دي الايامات الاخرى انه فما دي بيلوت فما شكون زرطه بلوقت الجيش من مختلف المكونات نتاع الطيارات يعني من العمل للوصول لقائد الطائرة المسؤول الأول على الطائرة قادرين اليوم تقولوا ليه ونعاقبوا عباد وتشدوها صحيحة تونسير باش ترجع الغزالة أنا توقف تحكي لي على الكوماندون دبور أنا قلت يعني باش بعد ما تقولوش حسين يتهجم لا هذا هذا تشخيص الوضع الكوماندون دبور نحبه ولا نكره قاعدين عاملين مزية على تونس على الخطوط التونسية بالشهر اللي قاعدين ياخذوا فيه بارابور اللي قاعدين يقعوا لبرا في الخارج 5 و 6 فوا معناتها قاعدين يضحيوا به البيلوت تجي تقول لي مثلا تعاقبتوش البيلوت ينجم يجيك نهار تمشي يعمل فول انا بيلوت نقول اخويا راه نفسيتي اليوم راني ما نحبش نطلع في الطيارة ما نجمش نلز عليك انا باش نطلع ما نوصلوش باش تعطيني سيرتيفيكا سي فري يجيب لك سيرتيفيكا ميديكال نهار عيد ولا واحد يقول لك انا خويا راني مريض بالقانون ما نجمش نعمل له حتى شيء معناتها سي سا لو دومين ايرونوتيك راهو سي تري ديفيسيل سي تري ديفيسيل حتى اجيري معناتها كوماندون دبور بالرغم اللي هما تبارك الله يعملوا في خدمه راهي كبيره برشا سيرتو في الموسم هذا اللي صار معناتها راهو بيلوت يعمل في 5 و 6 فول راهو قاعدين نخدموا فيهم في خدمه وهو مش قانوني في جزء من لا كيد فول لا ما نلعبوش صارت مشاكل لا ما نلعبوش بالقانون صارت مشاكل سي ياسر لا القانون ما نلعبوش به فما دي ديروغاسيون توقع مع لافيجون سيفيل عندنا امور قانونيه اسمها راهو فما خط احمر توسكي سيكوريتي دي فول خاطر كيما قلت قبيليك سي حسين تونسيا شنو قاعدين قعدنا لا سيكوريتي دي وسيتون دي ايرار كومباني ايرين اللي الحمد لله يا ربي عمرها ما صار فيها وان شاء الله ما يصيرش فيها على خاطر قاعدين لا سيكوريتي دي فول ما فماش سيكوريتي دي باجاج صافي ان معناها هذيك است ان اكزامبل تري ريفيلاتور لانه الباجاج فعداو مده رعب يعيشوا فيه المسافرين وكذا ومن بعد نجمتوا انكم توقفوا نجم اليوم في حاجات رجعنا الى مستوى معقول بسرعه قادرين انكم تلقاو حلول واش تعطيك سي سوفيان انا تاع سرقه الباجاج هذه موجوده في العالم اجمع ما مش معناتها في ريزون باش لا سي با ريزون احنا كي خذينا المهام تاعنا في تونسيا اول حاجه عملتها انا خذيت لي باجاجيست وعديتهم على الكمبيوتر نلقى الاكثريه بتاعهم محكوم عليهم خرجناهم من تحت الطيارات هذيك علاش ركحت تو اي فوالا قولوا لنا هكا معناها تو هذا اول مره تقولوا قولوا له كانت السرقه كانت بسبب وجود عباد عندهم سوابق عدليه كانت موجوده والتو موجوده معناتها مش اللي خرجناهم تحت ما عادش يدخلوا تحت الطائرات نقص تو تلازينا باش عصابات هي راهي عصابات باش نكبر فهمت وتو بعد ما عملنا كسرنا العصابه هذيك بشوية بشوية اوني توبليجي باش نخدم مع تويكا مع سوتي ريتونس مع المقاولين اللي دخلوا جماعه اخرين بشوية بشوية تتكون احنا تو كل مره وين ما تكبر هالعصابات هذه ندخلوا نعملوا اونسين فيلتر فيهم ونكسروا هذاك هو ما عادش عندنا حتى تحس الشعام سامحني مش مطار عصابات وفيلتر يعني لا
اترونجي يعني سيريس. على خاطرك عندك كور اترونجي، احنا حبينا والله حبينا نجيبوا حتى من الميليتير 200 باجاجيست، وخساره الوزاره الدفاع مشيت معنا وما مؤهلين امنيا. ما عندها مشاكل اخرى عندها شعام بالحقيقه. لا لا تبارك الله الافكتيف نتاع ليغوتار شعملنا فيهم ليغوتار يعني عشنا اسبوع يعني كان نعطيك المقالي في القاهره بوليسية دخلت على خاطر يعني التوينسة عملوا عرك عاد سبع سوية عرتها. التأخير منه هكا إذا تو هاي فاتت سيزون بقدرة ربي مستنقص 80% هذين وعدكم بيه ما فيها شيء على خاطر النومبر دو فول مش نقص برشا لأنه سيزون خاطرنا كيما قلت لكم راهو احنا رانا نعملوا في 150 فول افيك اون فلوت اللي راهي ما تنجمش تعملهم تعمل كان 50 انا كان تعطيني 50 فول تو عندك حتى روتار. واضح. شكرا لك سيدي ياسر المنكبي رئيس مدير عام الجوية التونسية. فقط اليوم نختم بخبر نقلا عن صفحة الزميل هادي حمدي صحافي طير جرب خرجت اليوم في الوقت الحمد لله. طيب هي هي مصيبة خد جرب هذاك بالعكس نعملنا حاجة خلق العادة. لا والله خرجت في الوقت والله يعني بالحق. لا 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 جرب في الوقت ديجا وفيت نجم تبدا بها الاخبار هذه. الطياره اليوم خرجت في الوقت من مطار تونس قرطاج. شكرا لكم. بعد شويه وفيت قدم لكم الاخبار. ذكركم منتخب بعد نهايه الشوط الاول خاسر 1-0. شكرا لكم الى اللقاء. يعطيكم الصحه.